هذه المسابقة السنة هذه في دورتها السابعة سنوات، والمسابقة تقام على مستوى بلدية تاجورة، كانت بشقين ذكور وإناث. هذه السنة تم استحداث فكرة جديدة للمسابقة اللي هي تشمل المتميزين الأوائل اللي هم تحصلوا على ترتيب في السنوات السابقة أو في الدورات السابقة، يعني المشايخ اللي كانوا في الدورات السابقة متحصلين على ترتيب تم جمعهم وحصرهم، وحتكون الدورة متميزة، حيطلع منها طالب أو شيخ متميز بقراءاته، بتفسير جزء عامة وسورة الفاتحة ومعاني كلمات. هذه المسابقة تشرف عليها وحدة الأوقاف في الشؤون الإسلامية تاجورة، الجهات الداعمة والراعية للمسابقة، بعض الجهات العامة في الدولة، وأهل البر والإحسان اللي هم متواصلين معنا بشكل مستمر، فنحب أن نشكرهم وبارك الله فيهم على الدعم.